بسرعة جدا بدأنا الأسبوع التاسع من الدوري المصري. مواجهة المصري البورسعيدي والنادي الإسماعيلي مواجهة جماهيرية كبيرة بتنتظرها جماهير الناديين في كل مكان. الإسماعيلي اللي عنده 6 نقاط في مواجهة المصري البورسعيدي اللي عنده 8 نقاط. الإسماعيلي اللي حقق أول فوز للجولة الماضية على نادي إنبي باستاد بتروسبورت بنتيجة 2-1 في مواجهة المصري اللي تعادل الجولة الماضية قدام المقاولين العرب بنتيجة 2-2. الإسماعيلي حقق أول فوز للجولة الماضية بينما كان آخر فوز حققه نادي المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة. تخيلوا بقاله فترة المصري البورسعيدي غائب عن الانتصارات. تشكيلة القائمة بتاعة النادي الإسماعيلي اللي اختارها الجهاز الفني بقيادة الكابتن أيمن الجمل علشان تكون موجودة مع النادي الإسماعيلي هتروح إن شاء الله النهاردة في معسكر مغلق في الأسكندرية. الجهاز الفني فضل إنه يبدأ معسكر مغلق قبل المباراة بفترة علشان اللعيبة تكون في كامل التركيز. القائمة ضمت 20 لاعب: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو في حراسة المرمى، محمد نصر ومحمد هاشم وحمدي النقاز وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد محسن في خط الدفاع. في خط الوسط محمد مخلوف وعماد حمدي ومحمد بيومي وعمر الوحش وأحمد مدبولي وصالح جمعة وياو أنور ومحمود شبراوي ومحمد عبد السميع. وفي الهجوم الثلاثي حازم مرسي وباسم مرسي وفراس شواط. واضح أن القائمة فيها بشكل طبيعي عمر الوحش اللي أجرى كشف نهائي قبل اختيار القائمة وأثبت أن هو جاهز للمباراة. طبعا عمر كان تعرض لكدمة في مباراة إنبي الماضية اللي تم اختياره فيها أفضل لاعب في هذه المباراة. دخل عمر القائمة بشكل طبيعي وغاب بالتأكيد عن قائمة هذه المباراة باهر المحمدي لحصوله على 3 انذارات ومحمد حسن لاعب خط الوسط اللي تم طرده في مباراة إنبي الماضية. الجهاز الفني لنادي المصري البورسعيدي بقيادة العميد حسام حسن عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بتحقيق الفوز، العودة من فوز للانتصارات، العودة لسعاد جماهير المصري البورسعيدي بعد فترة غياب عن الانتصارات. الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدي حذر اللاعبين من الصحوة بتاعة النادي الإسماعيلي خصوصا بعد الفوز الأخير اللي حققه على نادي إنبي بنتيجة 2-1، وحيحط خطة هجومية للمصري البورسعيدي في هذه المباراة. في نفس الوقت حذر لعيبة المصري البورسعيدي من المرتدات بتاعة النادي الإسماعيلي وحذرهم من لعيبة النادي الإسماعيلي اللي بيقدروا ينقلوا الهجمة سريعا من الدفاع للهجوم خصوصا أحمد مدبولي ومحمد الشامي وياو أنور المتألق في المباريات الأخيرة مع الدراويش. النادي المصري البورسعيدي هيعود لي في هذه المباراة لاعب خط الوسط فريد شوقي بعد ما خلص الإيقاف بتاعه، كان تعرض لإيقاف لي مبارتين، وهيغيب عن هذه المباراة قلب الدفاع محمد دبش اللي حصل على 3 انذارات وبالتالي هيغيب عن المباراة القادمة. على استاد برج العرب بالاسكندرية المصري البورسعيدي في مواجهة الاسماعيلي، ديربي القناة بإذن الله، ديربي الجماهير اللي بتحب بعض بغض النظر عن نتيجة المباراة. الجماهير هتطلع سعيدة بأي نتيجة بإذن الله تخرج بها هذه المباراة. بالتأكيد بالتأكيد كل جماهير بتريد ان فريقها هو اللي يكسب، لكن بالتأكيد في النهاية الحب والاحترام هو اللي هيفضل يجمع ما بين الفريقين. مباراة مهمة بكرة بإذن الله في الساعة 3:45 يوم الخميس الماضي. لعيبة النادي الإسماعيلي حصلت على جزء من مستحقاتها بعد التدريب وأيضا حصلت على مكافأة الفوز بتاعت مباراة إنبي الأخيرة. أتمنى أن دي تكون رسالة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لعيبة النادي الإسماعيلي أنه هيبقى فيه نوع من أنواع الاستقرار في الفترة المقبلة. قولوا يا رب. المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري زوران مانولوفيتش تحدث بعد فوز الاتحاد السكندري المهم بالأمس على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 وأكد أنه سعيد جدا بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، وقال أن لعيبة الاتحاد السكندري لعيبة مميزة، لعيبة مهارية، وأخص بالذكر أحمد عيد الجناح المتألق اللي أحرز هدف جميل جدا بالأمس، لكنه أكد أن لعيبة الاتحاد السكندري وفرقة الاتحاد السكندري بشكل عام هي فرقة جماعية ولا تعتمد على لاعب واحد فقط لغير، وأكد أن هو من بداية الموسم أكد لمجلس إدارة الاتحاد السكندري أنه داخل الموسم ده علشان يحقق نتيجة أحسن ومركز أفضل من اللي حققه الفريق في المواسم الماضية. رئيس النادي الأستاذ محمد مصالحي تحدث في موضوع مهم جدا حول مروان عطية لاعب خط وسط
فريق الاتحاد السكندري اللي ترددت انباء كبيره جدا في الساعات الماضيه حول انه هينتقل للاهلي او للزمالك في فتره الانتقالات الشتويه القادمه اللي هتبدا باذن الله خلال ايام قليله. الاستاذ محمد مصلحي اكد ان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالفعل تحدث اليه في مكالمه هاتفيه، لكنه لم يتطرق في الحديث نهائيا عن مروان عطيه. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قال قبل كده انه خد وعد من محمد مصلحي ان مروان عطيه هينتقل لصفوف نادي الزمالك سواء في فتره الانتقالات الشتويه القادمه او في بدايه الموسم المقبل. محمد مصلحي اكد ان المستشار مرتضى منصور تحدث معاه، ولكنه تحدث معاه علشان يشيد بفرقة الاتحاد السكندري. أشاد أيضا بشدة بالمدير الفني زوران مانولوفيتش والأداء اللي هو عامله مع فرقة الاتحاد السكندري هذا الموسم، لكنه لم يتطرق أصلا لموضوع مروان عطية. هو تحدث معاه في محمود علاء، وأشاد بمحمود علاء بشدة، اللي جماهير الاتحاد السكندري و جهاز الفني للاتحاد السكندري بيشيد بيه بشدة في المباريات الأخيرة كقلب دفاع مهم من نادي الاتحاد السكندري. أكد أن المستشار مرتضى منصور سأله عن محمود علاء وأشاب بيه، لكنه لم يطلب أيضا عودة محمود علاء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأكد أن المستشار مرتضى منصور ما كلموش أصلا في مروان عطية. بالنسبة للنادي الأهلي، أكد أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم يتحدث إليه أيضا بشأن طلب مروان عطية للانتقال لصفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ولما تسأل محمد مصلحي عن زياد طارق اللي ترددت أنباء أن نادي الاتحاد السكندري داخل فيه مفاوضات معاه، وأن النادي الأهلي عايز يدخل زياد طارق في صفقة تبادلية، يروح زياد طارق نادي الاتحاد السكندري ويجي للنادي الأهلي مروان عطية، أكد أن الكلام ده ما حصلش، وأكد أن نادي الاتحاد السكندري ورئيسه محمد مصلحي مش بيفضلوا نظام الحصول على اللاعبين بنظام الإعارة في هذه الفترة. هم حصلوا على محمود علاء في بداية الموسم بنظام الإعارة من نادي الزمالك، لأن الفرقة والجهاز الفني كان طلب التعاقد مع مدافع خبرة والوقت كان ضيق جدا، وهو اضطر انه يتعاقد مع محمود علاء في هذه الفترة بنظام الاعارة، لكنه لا يفضل بتاتا ان الفريق يتعاقد مع اي لاعب بنظام الاعارة لانه جربه قبل كده، واللي بيحصل ان اللعيب في البداية بيظهر بشكل كويس، لكن بيجي في وقت من الاوقات النادي بتاعه يا بيجي يطلبه في فترة الانتقالات الشتوية فده بيعمل لنا مشكلة، يا في نهاية الموسم بنفقد اللاعب تماما بيرجع تاني للنادي وما بنقدرش نستفاد منه. طبعا كان في كلام تردد من داخل النادي الاهلي بخصوص الثنائي زياد طارق ومحمد محمود. الثنائي اتقال من داخل النادي الاهلي ان في مفاوضات بخصوصهم مع ناديين من اسكندريه، نادي سموحه ونادي الاتحاد السكندري. بالنسبه لنادي سموحه، هو عرضه لزياد طارق هو العرض الاقوى الاكثر جديه كما قال مسؤولي النادي الاهلي. بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري، كانوا قالوا ان نادي الاتحاد السكندري اتكلم معانا شفويا حول زياد طارق، لكننا لسه في مرحله التفكير وقد نفكر في دخول زياد طارق في صفقة تبادلية إذا أراد النادي الأهلي التعاقد مع لاعب خط الوسط المميز لنادي الاتحاد السكندري اللي من ناشئين نادي الاتحاد السكندري مروان عطية، قد يدخل في صفقة تبادلية، وهو ما نفى تماما رئيس نادي الاتحاد السكندري الأستاذ محمد مصلحي اللي بيؤكد إن فرقة الاتحاد السكندري هتفضل زي ما هي حتى نهاية هذا الموسم علشان يستمر الفريق في تأدية الأداء اللي بنشوفه دلوقتي من فرقة الاتحاد السكندري مع مديره الفني المميز زوران مانولوفيتش، وبيأكد لجماهير الاتحاد السكندري قبل أي حد إنه لن يتم التفريط في أي عنصر مهم من عناصر فرقة الاتحاد السكندري هذا الموسم، وإن طموحات جماهير الاتحاد السكندري بإذن الله سيتم تحقيقها في هذا الموسم على أكمل وجه بعد الصفقات الجيدة اللي بتثبت حاليا جدارتها بالتواجد مع نادي الاتحاد السكندري والانتصارات المتتالية. الاتحاد السكندري بدأ الموسم بثلاث انتصارات، بعد كده عمل ثلاث هزائم ورجع تاني لثلاث انتصارات علشان يصل رصيده من النقاط للنقطة رقم 18 في المركز الرابع بالتساوي مع فيوتشر اللي في المركز الثالث بفارق الأهداف، وفي مباراة مهمة جدا للاتحاد السكندري في الجولة المقبلة، مباراة قوية مباراة صعبة قدام نادي بيراميدز اللي عنده 17 نقطة اللي تعرض لهزيمة مفاجأة في الجولة الماضية قصاد نادي الداخلية، وبالتأكيد بيسعى لإصلاح الأمور، لكن رجالة الاتحاد السكندري مش هتخليهم يصلحوا الأمور بإذن الله. الاتحاد سيد البلد.
لو لسه ما عملت سبسكرايب في القناه ما تنساش تشرفني وتعمل تنساش تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، دائما وابدا ستبقى انديتنا الجماهيريه اولا وفوق الجميع. شكرا ليك وسلام عليكم.